قسموا البلد والله تماما فعل فرعون، ان فرعون علا في الارض وجعل، لا والله ما قسم البلد اخوان وسلفية وجماعة تبليغ وجهاد وارهاب وتطرف وحزب وطني ووثني ودينصراني، حزب الدينصراني والطائفية والكذا الا هم، وما كان يتاجر بهذه الشعارات الا هم. حسن البنا رحمه الله كان يأخذ رأس السلفية في مصر محب الدين الخطيب ليتكلم في مقر الاخوان المسلمين، بل وتزوج حسن البنا بنت محب الدين الخطيب. لما قالوا له انتوا هنا قاعدين ما في جماعه شرعيه، قال لا دي واحده في المغربلين واحده في الضرب الاحمر، احنا مش واحد. بيقولوا الفرق بينكم، قال واحده في المغربلين واحده في الضرب الاحمر. قال طب هم بيبنوا مساجد، قال هم يبنون المساجد ونحن نعمرها، هم يبنون المساجد ونحن نعمرها. ولما قالوا لاحد دعاة الاسلام جماعة التبليغ بتختلط بالناس وتأتي بهم المساجد، قالوا هم يأتون المساجد ونحن نعلمهم. يد واحدة، يد واحدة. الشيخ الالباني في شرايط تسجيلات الامارات اللي سجلها سنة 86 يقول والله كان يأتيني خطاب شكر من حسن البنا على نقدي لسيد سابق، وكان ينزل العدد الاسبوع ده في الجورنال بتاع الاخوان او مجلة الاخوان مكانات سيد سابق في قبل ان تكتب كتاب، والاسبوع اللي بعده ينزل نقدي على اللي فات لانه ما قراش المقالات. وكنت احتفظ بخطابات الشكر التي يرسلها حسن البنا لي على نقد مين؟ سيد سابق، كتاب الاخوان في مجلة الاخوان بتعليقات رأس من رؤوس السلفية. ما فرقنا وجعلنا شيع الا الحكومات الفاجرة. الذي زرع الفرقة الموجودة هم هؤلاء. تربى حسن البنا على كتابات محمد عبده، واخص من تعلم عليه حسن البنا محمد رشيد رضا رأس السلفية، واخص من كان يكتب في مجلات الاخوان احمد شاكر ومحمود شاكر. الذي فرق البلاد وجعل شيعا هم، تماما فعل فرعون الاول، فعل فرعون الاول الذي اوصى الملك الفيصل بان يسرع بان يرافع ويترافع ويشفع عند جمال عبد الناصر فرعون مصر السالي او السابق من اجل ان يرفع الاعدام عن سيد قطب هو ابن باز. الذي كتب الخطاب الذهبي ليرد كلاب الحكومات المسحوره عن سيد قطب بكر ابو زيد. هكذا كانوا جميعا يدا واحده، هكذا كانوا. لما قالوا للشيخ محمد قطب، للشيخ محمد قطب لما لا ترد عن سيد قطب، قال اذا انا متهم كما اتهم وغيري يجب ان يرد، وان سكتنا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لم يرد الا استاذ دكتور ورئيس المجمع الفقهي في جدة وعضو هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى، رأس في الدنيا كلها من رؤوس السلفيين.